سمير الغياتي، رئيس جمعية الهدى للكرة الحديدية وعضو في المكتب المديري لعصبة الصحراء الكرة الحديدية. إذا جينا اليوم باش نشاركوا الدوري الرسمي الوطني اللي نظمته جمعية الدراركة الكرة الحديدية. إذا مشكورة على حسن التنظيم وعلى الاستقبال وحفاوة الاستقبال. إذا كانت المشاركة لا بأس بها، يعني أول كونكور كيجي من بعد رمضان نظمته الجمعية فهي مشكورة. شاركت 129 تريبلت، المشاركة لا بأس بها. إذا الآن وصلوا المباريات للطور نصف النهائي، إذا هناك فرق اللي كيتباروا في نصف النهائي. معكم الباز عبد الرحمن، رئيس نادي الدراركة للكرة الحديدية. كنرحب بكم بعدا كاين، وكنشكر أولا وقبل كل شيء كنشكركم على المساهمة ديالكم معنا في تنظيم هذا الدوري السنوي للمرة العاشرة هذه. إوا كنوجه الشكر ديالي لجميع المساهمين لا من قريب ولا من بعيد، وكنخص بالشكر المجلس الجامعي للدراركة لأنه هو المساهم الأساسي في تنظيم هذا الدوري، وكان نقول لكاع الدراري اللي معنا هنا اللي شاركوا معنا من لاعبين ولا من الناس اللي معنا في المكتب. كنخص بالأخص السي عبد الرزاق الزيتوني والسي مليك، وكنشكر جميع الأندية اللي شاركت معنا اللي العدد ديالها هو 24 نادي واللي عطاتنا 129 ثلاثية. الحمد لله الدوري داز في جو رياضي والجو كان زوين الحمد لله، وكاع كنشكر كاع اللي ساهم مع القريب وعن بعيد، وكنعاود نوجه لكم الشكر حتى نتوما وشكرا جزيلا. معكم سي بليب مصطفى لاعب الشباب الوطية للكرة الحديدية مدينة طنطان. هاد السنة المشاركة كانت قيمة ديال جميع اللاعبين، هاد السنة ما ساعدناش الحظ، نتمنى التوفيق للناس اللي باقا مشاركة. بهذه المناسبة كنشكروا النادي الدراركة على الترحيب ديالهم لا من المسؤولين لا من اللاعبين ديال النادي. الدوري كان دايز في جو ريادي أخاوي، نتمنى التوفيق للجميع. والمشاركة خلال المشاركة كانت 129 ثلاثية، يعني 24 نادي أو أكثر أو 26 نادي من داخل العصبة، وتنشكرهم بهذه المناسبة على الترحيب ديالهم والاستقبال ديالهم اللي كل سنة تيستقبلونا بحفاوة باستقبال حار، وشكرا لهم مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكر المنبر الإعلامي دراركة بريس. من هذا المنبر كنشكر النادي ديال الدراركة اللي كعادته هو نادي مضياف، نادي الذي يكن كل الاحترام لجميع الأندية بعصبة الصحراء الكرة الحديدية. غير خافي بأن هذا الدوري دائما يكون منظم ودائما يكون في المستوى ودائما يكون في كل سنة كنلقاو شي حاجة اللي جديدة وشي حاجة اللي كتعطي يعني واحد السمعة واحد القيمة لهذه المدينة ديال الدراركة. وأنا من هذا المنبر هذا أقول بأن هذا نادي يجب الاهتمام به ويجب العناية به ويجب الإعطاء المزيد للوقت، لأنه يحتضن شباب يحتضن أناس الذين لهم يعني علاقة بالرياضة، وأولئك الذين ربما في يوم من الأيام فيصبحون في وضع مزري وفي وضع غير مناسب كالانحراف كالتعاطي للمخدرات ما إلى ذلك. الآن ونحن في هذا السعادة في الأطوار النهائية لدوري الدراركة للكرة الحديدية الذي عرف في الأطوار النهائية ديالو المباراة النهائية التي ستجمع بين نادي جمعية أمل طلبة بيوغرا للكرة الحديدية ونادي طنطان للكرة الحديدية، وإن شاء الله ستكون المنافسة وتكون الندية، وكنتمنى أننا نقدم وجه مشرف وأننا نقدم مقابلة طليق بهذا الحضور الكريم. ومرة أخرى هنيئا لنادي الدراركة بهذا التنظيم وهنيئا لجميع المشاركين في هذا الدوري، ونتمنى طريق السلامة وطريق الخير إن شاء الله للذين شاركوا في هذا الدوري هذا والذين سيعودون إن شاء الله وسيرجعون إلى منازلهم، ونتمنى لهم السلامة وكل الخير. وشكرا مرة أخرى للمنبر الإعلامي دراركة بريس. إذا اليوم كنحضروا المقابلات النهائية ديال الدوري
ديال الكره الحديديه الدوري الوطني للنادي الدراري الكره الحديديه اللي الحمد لله هذا النادي مشى شارك في مجموعه ديال التظاهرات في هذه السنه واليوم كيختمها بالدوري ديالو الوطني. هذا الدوري اللي كتشارك فيه وكتنافس فيه على اللقب ديالو مجموعه ديال الفرق الممثله لجميع الجهات ديال الوطن وخاصه الشطر الجنوب. اليوم شفنا البدايه ديال التظاهره في الصباح كانت في واحد الجو رائع. الان كنعيشوا المقابلات النهائيه والترطيب. كنتمنى انه هذا النادي ان شاء الله يزيد ويبدع كما عهدناه. ومره اخرى ان شاء الله كنضربوا لكم موعد مع مجموعه ديال التظاهرات غادي تعرفها الدراري ان شاء الله على المستوى الرياضي، من بينها سباق ال10 كيلومتر ان شاء الله الذي سوف يتم تنظيمه بشكل دائم اللي كتنظم من طرف الجمعيه نادي العرفان لالعاب القوى. بهذه المناسبه السعيده كنحب نشكر كل الفعاليات الجمعويه والرياضيه في الجامعه ديال الدرارقه على الابداع ديالها، لا في القطاع ديالها بالكره الحديديه، لا في سباق الدراجات الهوائيه، لا في العدو الريفي، لا في كره القدم، لا في جميع الاصناف الرياضيه. وكنتمنوا لهم ان شاء الله مسيره موفقه في تاطير الشباب من اجل الرقي بالرياضه وبالشباب ديال منطقه الدرارقه. واشكر كل من ساهم من بعيد او قريب في انجاح التظاهره الرياضيه في المركب الترفيهي بالقويره. وشكرا.